نزرع قطن، القطن يعلى هايك ويفتح جراس. عملنا احصاء ما عندنا اميات، يعني ما في. نمنا عند جيراننا وقت راحت حوش برده قدام الدشمي تبعه في 17 قتيل، بس ما ضل معه خرطوش. اتفقوا انه بيعطوا المخترة لاخواننا المسيحيين. اضطرت حدا يشك ماصل، بده يعلق ماصل هيك، بس اكثر من هالي طارقه انه لا. من ضمن الاستراحات اللي عملوها اللبوه مأنه حشد الصفيه. تجددين الزياره لها ثانيه لما تجدين من روحيه عاليه في هذا المقام. يوم أضيء سراجها كانت السماء ماطرة والعواصف تقصف الجدران، ظل السراج مضاءا مع أن غرفتها بلا سقف ولا دراث. هذه الرواية يتداولها الأهالي ممن رأوا بأم العين ذاك الضوء الذي لم ينطفئ عند ضريح سيدة تباركت البلدة منذ القدم حتى اليوم بحمل اسمها. يا أهلا وسهلا فيكم بحوش الصفية. تبعد بلدة حوش الصفية 9 كيلومترات عن مركز قضائها بعلبك، وثمانين كيلومترا عن بيروت، يصل ارتفاعها إلى حوالي 1150 مترا عن سطح البحر، وتمتد على مساحة تزيد عن 500 هكتار. حدا من ميلة الشرق، من جهة الشرق بعلبك، من جهة الغرب بوداير علاق، بلدية بوداير علاق، من جهة الشمال إعات، ومن جهة الجنوب مجدلون. تسكنها عائلات من الديانتين الإسلامية والمسيحية، تتوسط القرى ضمن شبكة الطرق السالكة، وتتوزع بيوتاتهم التي فاقت 100 إلى أطرافها. نحن عندنا بعين وكرم وروحانة ونادر. في منهم نقلوا نفوسهم بحكم سكنهم ببيروت أثناء الحرب الأهلية. نسبة التكاثر عندهم مش مثل عندنا. الأرض الأكثر، الأرض ها كان لعائلة من بيت معاوية، هاي أكبر عائلة موجودة حاليا. كان 500 نسمة سكنين، وبالشتاء بالصيف بصيروا 800. في عنا كمان حي بالجراحية تابع عقاريا لحوصة صفية والنعنعية. ترك الإقطاع العثماني بصمته على أملاك البلدة وعقاراتها التي استعيدت غالبيتها في الآونة الأخيرة. كانوا ملكين الضيعة، كانوا إقطاعية كبار، ما فرق معهم. بزمن الاحتلال العثماني صارت أصحاب الأراضي تهرب من أراضيها نتيجة الضريبة اللي بدها تدفعها للدولة على الأراضي. يجوا بدون ياخذوا ابن التراك، عندي شقفة أرض وكان البيشة لحتى يخلص ابنه، نعطي سهم أرض يعطي كذا، هذا صبحوا الأرض يحكي هيك صار. أنا بعدين صار شوي شوي يرجعوا يستعيدوا هالأرض، هل يشتغل ويقدر يجيب مصاري صار يرجع يسترد. طبعا مش أرض 1000 درهم و 1500 درهم، صار يشتريله 40 درهم 20 درهم حسب مادياته، والحمد لله هلأ أكثر الأرض رجعت لنا كأهل بلد. Thank you.
شارك الأهالي بمقاومة الاستعمار، ومنهم من عاد حياً ومنهم من لم يعرف مصيره. خليل فياض، عمي خليل فياض، عدو رجع لحتى كمان في عمي جده لحسي لأبو علي حسين كمان أخذوا عسف البرد. بالأتراك كانوا ظالمين كتير الفرنساوي، طبعا حيربوا الفرنساوي ثورة توفيق هولا عسف. محمد علي حمود معاوي يا ربي وأخوته هذي كلها رجوا هودين من قدمة هاو جدودنا يعني. كان كبار البلدة يتعلمون القراءة والكتابة فقط في الأوقات التي لا تتقاطع مع مواسم الزراعة والقطاف. كان نتعلم، كان علمنا قليل يعني، كان يجي شايخ يعرف يقرأ هذا يجيبه وأهلنا حتى نتعلم قليل. هاي بالشتي اللي يختم القرآن كريم يعملوا له ختمية أهله ويفرحوا فيه ويكتفوا هايك ويبرموا عالضيعة قرايبوا عمحبينه ينقطوا انه ختم القرآن خلص. هاي كانت عاديتنا. قبل 55 كان في مدرسة عهمة الأهالي ويجيبوا أستاذ من بلد قريب علينا هون إعاد يجي يعلمون القراءة والكتابة، يدفعوا كل واحد يدفع بالسنة مثلا 20 ليرة 30 ليرة ما بذكر قديش، بس انه كان حساب الأهالي. لا سنة 55 صارت مدرسة رسمية، أول أستاذ رسمي إجا حوش الصفية أستاذ خليل مرتضى نبع علبي. نحن أهلنا فلاحين زراعين يفلحوا ويزرعوا هذا من أول الربيع بنيسان وهك راح يعوزونا يبطلوا توقف المدرسة، هذا يروح يعرب البقرات، هذا يرعى البقرات. كان ضيعة زراعية أكثر من أي شيء. بعدين من ملك من الستينات بالطالع بس صار في مدرسة هون، صاروا يتعلموا، صاروا يعملوا شغلات غير الزراعة، صاروا يعلموا أولادهم. كتار من الضيعة كمان الله يطول عمرهم سعوا، صار عندنا مدرسة طابقين ثلاثة، مشيحة كبيرة وملاعب. قرب المسافة من مدينة الشمس اختزل الكثير من المشقات وساهم في نهل العلم والتفقه بالدين، فيما أما البلدة علماء من المنطقة. كانت ابتدائية وظلت ابتدائية نظرا لقرب علبك علينا. نطلع عبعلبك نصلوا ورا الشيخ حبيب، حبيب إبراهيم الشيخ حبيب يجي زيارة لحدا يدعي يجي. يجي إجا مرة لعند الحاج أسم معاوي. إيه كان من زمان يجي لعنا الضيعة شيخ حسين عواد اسمه، عدور المرحوم أبي. إيه يجي يقعد بالمقام ويروح لعنا أبي يستضيفه. جاي لعنا مثلا شيخ علي فرحات، شيخ محمد طبيخ. يعتبر أهالي البلدة أنهم يتنفسون ببركة المقام الذي تحمل البلدة اسم صاحبته. في ناس بيقولوا نسبة القديسة صوفية اللي هي عندنا نحن، القديسة صوفية عندكم السيدة صفية. أهلنا يقولون أنه هاي ولي بنت إمام الحسين. أجدادنا وقعوا من الأساس على مقام السيدة صفية بنت الإمام الحسين. الشيخ البحراني لما اللي اجي لهون قال ابنة الامام الحسين هذه. كمان الاخوان بجمعية قبرص تعقبوا على المقام، اجوا زاروا المقام وجمعوا شوية معلومات. كمان هن الاخوان طلع معهم انه اصح مقام السيدة صفية بنت الامام الحسين.
بيسألوا أنه من أين معروف سيدة صفية هون؟ سيدة صفية معروفة من جدود جدودنا، بس ليش ما كانت معروفة هيك بيسألوكي؟ ليه ما كانت معروفة هالقد؟ ما كانت معروفة هالقد لأنه ما كان في إعلام قوي، ما كان في إعلام. هلا وسائل التواصل الاجتماعي صارت تغيرت يعني. اللي ثابت تاريخيا واللي أثبت التاريخ هو مرور السبايا بهالمناطق. لما طلعوا من كربلاء على الموصل على حلب على معرة نصرين على اللبوة عملوا استراحة، بمقني عملوا استراحة، هون صار في بحوش صلصفية. هي سمي حوش صلصفية نسبة هو تل، وسموه حوش صلصفية نسبة للسيدة الصفية سلام الله عليها. نحن فينا نعتبر انه هي وحدة من سبايا اهل البيت، من أطفالهم اللي أرهقهم الحرب والسفر والتعب، ووقعت هون واندفنت. يشير الأهالي أن مقام السيدة صفية قديم بقدمهم، عرفوه وعايشوا كراماته مسلمين ومسيحيين. قالوا بتستقر أهل البلد مسيحية وشيعة، كل واحد له حكاية معها. تقول لي أمي، تقول لي يا الياس الله يرضى عليك يا أمي، خد هالأمينة وروح جيب لي شوية ماي من ست صفية، بد أختك محرورة. نحن عنا كان في عين مش مبيني هلأ، وفي مقام يعني سائية أو مجرى لسيدي صفية. كانوا بيت جدي على حيط الست بيته القديم. اجي أنا بالتلج انزل على الأبو عبي ماي اخده لأمي، شدقيني صدقا حط على راس الولد تدهنه ماي تسقي ماي، 5 دقايق تروح الحرارة. لحتى كان في إلها عبرة أنا شايفها وشوفتها الدعم. كان بالأول عمار قديم وفي طاقة بالحياة، كان في سريج قدامة السريج كان كنت تعرفه يحطوله زايت وهذا، وإيه مشيتي هوا وكذا، ولا سقف ولا شيء، بس الحيطان داير من دار حجر عريض حيط ما تنطفي. إحدى المؤمنات اللي كانت تحضر عليها الست صفية سلام الله عليها حضرت عليها، قالت لها قولي له يا أبو علي في عنده ورق حشيش بقلبي، في كان علاي قلبي علاي خليه يمو ريحته هلكتني. إجي سألت له قال له عندي أنا حشيش باقي ما فيه، جاب المنجل أصل بحد لقال عرق قامل على الحشيش كبه وحط براسه انه لازم يعمل المقام. كان حجر غشيم بالماضي. ومع تطور تقنيات التواصل بدأ الناس يسمعون بمقام السيدة صفية، وراحت الوفود تأم البلدة آتية من مختلف المناطق والقرى اللبنانية ومن دول العالم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. للمرة الثانية نتشرف بزيارة السيدة صفية بنت الإمام الحسين أنا وأهلي. فهذا المكان بالرغم أنه يعتبر من الشواهد التاريخية في لبنان وفي هذه المنطقة، أيضا يعتبر من الشواهد الروحية لما له من البركات وفي الصلاة وفي الدعاء عند أولاد الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. هذا واحد من الأدلة أنه لما عم تجي الناس من كل حدب وصوب، من أفغان وباكستان وعراقيين وسوريين وبيزوروا هذه الأماكن النائية البعيدة بأقاصي البلاد، هذا يدل على أنه في شيء من بركات أهل البيت. موسيقى
وزاد الاهتمام بتحسين وتوسيع المقام من قبل أهل البلدة والخيرين من المتبرعين. نحن ب 56 سنة اللي ولدت أنا اجوا تعمر مبنى 8 ب 6 امتار قديم، يعني مبنى قديم. بال 2002 هدينا المبنى القديم وطلعنا بمبنى كان يعني شي 300-350 متر، انتبهت عليك. وعلى الخيرين يعني بحوش الصفيفة عندنا النعمة اللي هي وجود مقام السيدة صفية بنت الإمام الحسين سلام الله عليها. نحن أكيد اشتغلنا لحتى نحسن المقام. نحن والأخوان بلجنة مقام السيدة صفية كنا متعاونين حتى نطور المقام ويصير قادر يستوعب الزوار اللي عم يجوا، لأنه صار في حركة زوار. يعني من سنتين كان بس يجي زوار ما يعد حدا يقدر يفوت يصلي جوا، نضطر نطلع نحن نصلي برا، اضطرينا نحن نوسع. وفي أخوان المحسنين جئنا قبل فترة ما كان إنه هذا الإعمار وهاي يعني الاهتمامات، فيوم بعد يوم نجد إنه كثرة الزائرين وكثرة الاهتمام في هذا. كما الأعمال الخيرية تنشط في البلدة، كذلك إحياء المناسبات الدينية وتكريس العادات الاجتماعية في الأفراح والأعياد. نحن عندنا أختين بالمقام هن بيخدموا بخدمة الزوار. وضع تدين جيد مثل باقي كورانا. نحن بنعمل عدة أنشطة بالضيعة، أنشطة صحية، أنشطة ثقافية، أنشطة فنية متنوعة يعني، بالإضافة لإقامة الأنشطة الهجرية، مجالس، موالد، حسب المناسبة يعني بنعمل. وفي فقرات متنوعة، في عنا درس ثقافي ثابت كل خميس مثلاً، هذا ثابت له كذا سنة يعني. من خلال هذا الدرس بنمرق أحكام فقه، تفسير قرآن، تصويب، قصص الأنبياء، أدعية، حديث الكساء، أحياناً بالمقام، أحياناً متنقل بالبيوت. علاقاتنا كلها بعدها مثل ما هي عزمان، يعني عزمان أهلي وجدودي بالأعراس وبالأحزان وبالمناسبات، بكل شيء نجتمع مع بعضنا كلنا يعني. بعدنا منزور بعضنا ومنفوت لعند بعضنا عادي يعني. منعمل أقراص عيد. مسيحيي البلدة كنيسة يمارسون فيها شعائرهم الدينية، كنيسة مار يوحنا تتبع للطائفة المارونية، وتعتبر البلدة نموذجا دافئا للعيش المشترك. الباب قرب الباب ولقمة العيش تقاسموها معا، وهم يتشاركون فرحة الأعياد وإقامة المناسبات. بي الله يرحمه كان يقول ضيعتنا كلها ما بتطلع بيته تنور. يعني كلنا قرايب، كلنا عائلة وحدة. حتى مع المسيحيين نحن بالنسبة لأخواننا المسيحيين بكل المناسبات مع بعض، بالأعراس، بالأفراح، بالجامعة بنحضر سوا وبالكنيسة بنحضر سوا. أنه المسيحيين نحن ويوهم مثل اللحم على الدبر. تبقى أمي تروح مثلا على السهل، كانوا النشوان يروحوا على تقول لها يا لفطومي جارتنا الحجي فطومي، تقول لها يا فطومي يا أمي حمد
خلي لك ولادك، خلي لي هالبنت عندك، واذا جاعت طعميها. تاخذها الحجه تصير تصرخ اختي، تجي الحجه تطعميها. حسين كمان عندها شيء امه، تقول له يا ام الياس يرحم اهلك، ديري لي بالك على حسين. هلا بس يشوفوا بعضهم بيصيروا يبكوا. هلا حسين صار شيخ الله يوفقه، واختي صار عندها 5-6 اولاد اتجوزتهم. دائما كل ما تشوفني بتقلي امين يسلم لي على خي حسين. هو بس يجي كمان بيقول له اختي لليان مش عم تجي على الضيعه. انا واحد انا رضعان، انا وواحد بيقولوا له الحج حنا كرم اهله هاون على دمه امي وامه، تجي هي ترضع اللي يكون صرخ، وكنا جيران نحن وياه. طائفتين، طائفه مسيحيه وطائفه مسلمه، متعايشين بكل الاحداث، ما صار في مشكله ابدا ابدا، وبعضهم كلهم مع بعضهم ومرتاحين ومبسوطين. ومرقت احداث طويله عريضه، نحن بقينا بحوض الصفيه. نحن وقت اللي احتدمت الامور مزبوط وصار في طبعا مثل ما بيقولوا بالمثل ضاعت الطاسه والدوله راحت، اجوا جيراننا اخواننا بيت معاوي اجوا لعنا الله يرحمه الحاج ابو عبد الله معاوي كان رئيس بلديه، اجوا لعنا وقالوا اللي بيصير علينا بيصير عليكم، شو عنا تراكتورات نحن عنا ارزاق جابوا لنا اياهم حطوا لنا اياهم عندهم بالدار، وانا خياتي 7 بنات نمنا عند جيراننا وقت راحت حوش برده، ويقولوا ربعنا هيدي بنتكم يعني بنتنا، وكرامتكم من كرامتنا، وشرفكم من شرفنا. كانت البلدة بعيدة عن مرمى الأحداث الطائفية التي ألمت بلبنان في مراحل تاريخية متفاوتة، بل كانت حاضنة لمقاومة الاحتلال والإرهاب. علي فراج من دورس، وكان صاحب عصابي، وكان يروح ويجي لحتى افتكر على فلسطين. جدة لزوجتي وابن عمه لبيس. علي فراج رجل 75 سنة عمره، يوم اللي قامت قصة 48 وصار في محمد صغيب عمل الجيش الشعبي لو مثلا الدافع فيه، طلع علي فرج من ضمن اللي طلعوا معه قدام الدشمي تبعه في 17 قتيل، بس ما ضل معه خرطوش، ما ضل معه رصاص حتى قتل علي فرج. دفنوه بيت فرج جنوب، دفنوه بالنبي. مشيناه من اول بعلبك، من اول بعلبك مشيناه لراس العين، والدبايع كانت تجي سيد موسي. كان العلاقة معه كثير جيدة، لأنه السيد موسى كان من أفاضل القوم بالتعامل، وكان كثير رحوم، ما يفكر بأنه طبقيا إنه أنا عم بشتغل معه. كان نوعيته يعتبرني ولد من أولاده، أنا وأولاده حتى عشت مع أولاده. نحن كنا يوم حرب تموج كل واحد سلاحاته معه هذا وقاعدين. يوسف علي فرج استشهد بطرابلس، هيدي كلمة دي ما له زمان استشهد، وابن استشهد كمان ببيروت يوم الهدل من دخلت الإسرائيلي وكذا، شهيد بحركة أمل وشهيد بالجيش، جيش اللبناني. في شاب دركي استشهد هذيك سفرة بطرابلس، وفي شاب قبل منه كمان جعفر معاوي استشهد ببهن بنهر الباري. بس بالنسبة للمقاومة يعني في عنا بالمقاومة أكثر من 50-60 شاب، وما الله مش كتب من الشهادة.
أقسم في زيت الله ويكون علي أمير المؤمنين خصيمي يوم ما وقف الحسن. إذا هلأ بيطلبوني لهم هلأ إذا بيطلبوني لهم عملنا المقاومة بعدنا دايما بنعمل حملات مستمرة، بنقول إنه عاملين مثلا مشروع بدنا نجمع لنعمل مونة ونبعتها للشباب، بتلاقي الكل بيشاركوا يعني إن ما كان بالماء بالمصاري بيساعدونا بالشغل بالحركة بيتعاونوا معنا. طبخنا وعملنا فتوش وجبنا حاله وودينا لهم يعني أكثر من مرة وودينا لهم مونة لشباب المقاومة اللي كانوا بالجرود، الله يحميهم ويوفقهم يا رب. المساحة الأكبر للبلدة تستثمر لزراعة الحبوب والخضروات، فيما تتنوع مصادر مياهها بين الينابيع والآبار الارتوازية. 90% من الأراضي الزراعية و10% هي أراضي عقارات مسكونة. كنا نزرع ذرة، قمح، شعير، عدس، حمص، هالأشياء هاي، قطن. ايه قطن، ايه نزرع قطن، نزرع هيدا وبالقطن يعلى هايك ويفتح جراس، بس يفتح جراس يفتح الجرس تجي الفرخ تمسك القطن هاي كل توتيمة هي وبجرة تصير الطبق القطن مفتح هيك، بعدين ياخدوه في محلجة هيدين تقيم البذر منه ويصيروا قطن صافي ياخدوا على سوريا. عنا ورد جوري منشيل منه للزهورات، بيلسان مثلا منشيل منه للزهورات الزيزفون. الحمد لله ضيعتنا نظيفة يعني ما فيها تلوث، وضع البيئي جيد، فيها مي لشرب نظيفة، كمان البلدية بتعمم مياه للشرب لجميع المقيمين بالضيعة، فلترة نظيفة. كل فترة تقريبا شهرين أو ثلاثة ناخد عينة قبل الفلاتر وبعد الفلاتر لحتى نقارن بيناتهم، وجرثومي وكيميائي. عندنا نبع عدوس، هذا النبع نشف انتبهت عليك، وكان في عندنا 5 عيون 7 عيون بتضيع هون، هيدي تستفيد منها العالم بالزراعة. عملنا صيانة من سنتين للخزان الموجود القديم، عملنا له صيانة ووصلناه على الشبكة الممدودة وأهلنا الشبكة لأنه كانت مضروبة بعدة محلات، وحفرنا بير مي كمان بالتعاون مع الخيرين ومدينا المي عفوا. هلأ كمان نحن واجهتنا مشكلة جديدة، كمان البير اللي حفرناه صار فيه جفاف، ودنا حديثا رجعنا عملنا دراسة لبير جوفي من مي جوفية، بدنا نسحب مي على عمق 550 متر. سعينا بالتعاون مع اتحاد بلديات بعلبك عبر البنك الدولي وأمننا طاقة شمسية للبير الضيعة. مساحة من أراضي البلدة، فالمزارع لمستثمرين من البلدة وخارجها، كما جهدت النسوة لتطوير مهاراتها في الطبخ وتخزين المؤن الغذائية التقليدية.
كنا ثلاث معامل قلبين واجبان. معمل الهادي ومعمل الهدى وفي معمل مزارع اللقيس. كان مزرعة الدواجة. في عنا مزرعة تاني دواجة. بعمل مربيات للبيت يعني مش لأنه كنت بيع كشك. البرغل، الكباس، جميع أنواعه. مثلاً لبنية الدرة هاي بالصيفية. هل بيقولوا لها كبة حليب بلبن، برغل وطحين ولبن. بالشتي بيعملوا المخلوطة اللوبي المقددة، البامية المقددة، هاي بأكل الشتوي. عملوا كشك على برغل بيقولوا له بمنمش، احنا بنقول له بمنمش. عملنا ورشة حليب الجبن بتنسق مع جهاد البناء. ومرة كمان عملنا ورشة عن الألبان والأجبان، كبسنا الجبنة وعملناها قصقصناها وعملنا في الترويقة بعدين مع خبز فرنجي. عملنا مرة دورة عن الزيتون، رز زيتون. لديه طاقة أو مهارة يقدم خدماته بالمجان، خدمات إنمائية وأخرى بلدية. كمان عملنا الحديقة كمان خاصة للأطفال، ألعاب للأطفال. نحن نعمل أنشطة صحية، نعمل أنشطة نفسية، نعمل أنشطة ثقافية تربوية وحتى رياضية. هاي السنة شكلنا فرق، جبنا أخ مدرب كمان من حوش فلسفية، هو وهو لعب فوتبول ورياضة كمان عم يشكل فرق. منا دورة إصافات أولية كان مدتها شي 10 أيام. من خلال الدورة في نسمان صاروا يعملوا دق أبر، يعني دق أبر، تعلموا أشياء حلوة كمان على الكسور، إذا صار في حريقة، إذا صار إيه. كمان عملنا إصافات أولية. يعني في الهيئة الصحية بتجي بتطل كل أسبوع مرة، بتعطي معاينات مجانية للمرضى اللي بحاجة والضيعة، وبتعطي أدوية، بتوزع أدوية. بتجي أم حدا تسألني مثلا هذا الدواء قد فيني أعطي منه، أو إنه فيني مرقه هلأ إذا كان عليه حرارة. حدا بيقربنا أو كمان كل الضيعة كلنا بنقرب بعض بيسألوني عندي إبرة فيك تعملي لي إياها، إيه بعملهم إياها وعادي. خلال فترة تواجدي بالضيعة إذا كنت موجود هون، إذا حدا بحاجة لشيء استشارة أو شيء أكيد فبنطلب، يعني بدي أقولي أو على التليفون أو بيجوا لعندي. صحيح حالياً أنا المحامية الوحيدة. بيسألوا مثلاً أكتر شيء إيجارات، نسق مع الهيئات النسائية، وأكيد هن بحسن بهيدا الجو، يعني أنه نعمل محاضرات بالنسبة للتوعية النساء شو ممكن يمارسوا من حقوق لألهم بالمحاكم الشرعية يطبقوها. يتحدى الطالب مشكلة المواصلات وبعد المراكز التعليمية عن البلدة ويكمل دراسته بتفوق ليلحق من سبقه واعتلى مراكز علمية، ويسعى إلى طرح البدائل للتطوير وتحقيق فرص العمل. فيها متعلمين، صار فيها ضباط، صار فيها مدراء، صار فيها موظفين بالجامعة اللبنانية. في واحدة عم تعمل دكتوراه بالقانون،
في عنا دكاترة جامعة أكثر من وحدة كمان، في عنا وحدة عم تعمل صيدلة، في طلبات جامعية. إيه في عنا تقريبا حاليا كل البيوت البنات عندهم عم يتعلموا. كان ياخد مني الطريق تقريبا ساعة، بين الساعة والساعة ونص روحة، ونفسها كمان للرجعة. خلصنا الليسانس بتفوق الحمد لله. هلا اجى وقت الماجستير، صار لازم ننزل على بيروت لانه بزحلي مش متوفر. نزلت على بيروت، سكنت بفويه، كانت يعني فتره صعبه سنتين بس ما رقوا، وبعدها عملت ستاجي كمان بزحلي. يعني انا حبي بالضيعه انه بلش ب مثلا زفت الضيعه شوي، زفت عنا مش منيح، انه بلكي شوي لقدام بمساعده البلديه منحسن بالنسبه كمان للتمديدات الصحيه، تمديدات الاساطير والميه اللي بتوصل على البيوت. بما اني درسي كيمستري فممكن اعلم اذا مثلا في تلاميذ بحاجه لتقويه بضيعتنا، لانه صار في كثير ناس عم تتعلم وبعاد نحن مبدئيا عن مراكز التقوية، عن دورات التدريب مثلا للامتحانات الرسمية. نطالب انه بس يصير عنا جامعات بمحافظة بعلبك الهرمين وفرص عمل لحتى نضل بهالضيعة ونقدر نخدمها. بلدة حوشتل صفية لها وقع خاص في قلوب ساكنيها وزائريها، تترك أثر الأنس والشوق لزيارتها من جديد. أنا الضيعة بتعني لي حياتي، طفولتي، إيماني. وبقول له لابني مطرح ما بتروح إذا بتوصل على آخر الدنيا ما بتنسى الضيعة، بدك ترجع على الضيعة. يعني هو مكان أنسنا، مكان منترفه فيه ونرتاح فيه. يعني احنا اذا عندنا ساعتين فراغ او سهره بين سهره خارج اطار شغلنا بنجي على هالضيعه. ما بينقصنا شيء، نشكر الله ونحمده. ببركه السيده صفيه ماشي الحال. بحبها كتير وبحب أهلها كتير وبفتخر فيها كتير، وبتمنى أنه موت وعيش فيها، والله يخلينا إياكم ويعطيكم العافية، وأنتم نورتونا وبركتونا بهيدي الضيعة. نتأمل تشريفكم دايماً.